في الحقيقة هناك كثير من الشائعات تدور على من يريد أن يقنع من، ورأينا أن هذه الضغوطات لا تفيد ولا تؤثر في الشارع العراقي، لأنه كانت هناك مفاوضات لإرضاء مقتدى الصدر كذلك على المشاركة والرجوع إلى الإطار التنسيقي، كل طرف ينظر إلى مصلحته وإلى مصالحه الداخلية، ومسألة السلطة والمناصب حتى في داخل الإطار هذه موجودة، وهناك منافسة في داخل الإطار، والتيار الصدري عندما نادى بحكومة الأغلبية، أنا لا أسمي هذه حكومة بعيدة عن المحاصصة أو مفهوم جديد، ما أراده هو مسألة أن يمتلك أو يتمسك أو يستحوذ على كل الشيعة، نعم. على كل الحصة الشيعية مثل الأطراف الكردية، أراد مسعود البرزاني أن يستحوذ على كل شيء، كل حصة الكرد، وكذلك الحزب الوسيع على كل حصة السنة، أي أن المحاصصة قائمة ولكن أرادوا حصرها بأطراف معينة هي تمسك بكل المصالح وزمام الأمور على حساب الشعب العراقي. انسحاب محاولات من مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة، ثلاث محاولات باءت بالفشل، ولهذا كان الانسحاب، أي الانسحاب جاء بعد الفشل، ومباشرة بعد ذلك رأينا الضغط من الشارع، أي أن المناصرين نزلوا إلى الشارع، اقتحموا البرلمان، وكذلك حاولوا محاصرة القضاء. الهدف أقولها على عجالة كان هي مسألة بقاء الكاظمي، هذا أول شرط، الذهاب إلى انتخابات مبكرة، ولكن بالقانون نفسه في قانون 2021 وبالمفوضية نفسها التي أشارت المحكمة الاتحادية، لأنه يجب تغيير هذا القانون.